روزا اليوسف، والعنوان يقول أخبار الرياضة تحديدا: مفاجأة تطبيق نظام الفيديو بالدوري هذا الموسم يبطل المسابقة. روزا اليوسف وصفت هذا الخبر وقالت ان دي مفاجاه من العيار الثقيل، لانه تطبيق النظام اللي كنا بنتحدث عنه مع حضراتكم بقالنا يومين وفي كل الصحف المصريه عن فكره حكم الفيديو اللي بيعتزم اتحاد الكوره تنفيذه في مباريات الدوري العام بعد تحديدا ازمه مباراه الزمالك مع مصر المقاصه، بيقولوا انه هذا التطبيق يعد باطلا. وفقا لمصدر اسمته روزا اليوسف مصدر بارز، قال ان المسابقه دائما بتبدا بشروط محدده وبيتم ارسالها وارسال هذه الشروط لجميع الانديه المشاركه في البطوله قبل انطلاق الموسم، ولابد ان تنتهي المسابقه بنفس الشروط اللي بدات عليها، ومن ثم بيقولوا لا يجوز ادخال اي تعديلات في وسط الموسم او بعد الاسبوع العشرين منه، والا فانه يحق لاي نادي خاصه اللي قربت اصبحت دلوقتي قريبه من الهبوط للقسم الثاني انه يعترض ويتم اتخاذ اجراءات تحمي حقوقه. ايضا الامر الثاني الاهم ربما في هذا الخبر انه لا يجوز لاتحاد الكوره وفقا لهذا المصدر اللي وصفته روزا اليوسف بتطبيق نظام حكم الفيديو الا بعد ما يتم اخذ موافقه واضحه وصريحه مكتوبه من الاتحاد الدولي، لانه نظام الفيديو ده غير مطبق في اي من دوريات العالم، وبالتالي لابد من الموافقه من الاتحاد الدولي كي لا يتم ابطال المسابقه كلها داخل مصر. ما زلنا